السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي التلاميذ، مرحبا بكم في هذا الشريط الذي سأضع بين أيديكم نموذج لأولمبياد الرياضيات خاص بالأولى إعدادي الذي تم تمريره يوم الجمعة 8 مارس 2024. إذا بالنسبة للتمرين الأول كان على الشكل التالي، عبارة عن مسألة في العجلة جانبه العدد المكتوب في كل خانة يساوي مجموع عددي الخانتين المجاورتين لها. تم وضع عددين مسبقا، ناقص 3 و7. ما هو العدد الذي وضع في الخانة المضللة؟ إذا المطلوب منك عزيزي التلميذ، عزيزتي التلميذة، هو الحصول على هذا العدد. إذا هذا التمرين الأول. التمرين الثاني، ك ال ام ان مربع، ننشئ المثلث ك او ام متساوي الأضلاع، متساوي الأضلاع، بحيث تكون النقطة ال داخل هذا المثلث، بحيث تكون النقطة ال داخل المثلث. السؤال هو ما هو قياس الزاوية ام ال او؟ اذا نطلب منك ترسم الشكل وتمعن مزيان، تشوف القواعد وتجاوب على السؤال. التمرين الثالث عبارة عن مسألة، تمت كتابة عدد من 5 ارقام في كل شريط من ورق واخفيت 3 ارقام. اذا الا شفتم مزيان هناك راه كاين واحد 3 الارقام مخفية كما هو مبين في الشكل. مجموع الأعداد 3 يساوي 57263. ما هي الأرقام 3 المخفات؟ إذن ما عليكم إلا التركيز والملاحظة وإيجاد الجواب على السؤال. السؤال الأخير، نملأ خانات الجدول 6×6 جانبه بنجيمات. إذا المطلوب هو وضع النجمة في الخانة المناسبة، لا يمكن، بحيث لا يمكن لخانة أن تحتوي على أكثر من نجمة، لا يمكن لخانة أن تحتوي على أكثر من نجمة، بحيث يحتوي كل سطر وكل عمود وكل قطر من قطري هذا الجدول على نجمتين على الأقل، العمود، سطر، قطر. السؤال هو ما هو أكبر عدد من الخانات التي يمكن ملؤها؟ علل جوابك مع إعطاء مثال. إذا يمكنك أن تعلل الجواب بإعطاء مثال، بمعنى تعمر هذه الخانة وتعطي هذاك المثال. إذا ما هو أكبر عدد من الخانات التي يمكن ملؤها؟ أتمنى لكم التوفيق والنجاح و مسيرة موفقة للذين اجتازوا هذه المباراة، وحظ سعيد للآخرين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.